او لك يعني مثلا الارضيه اللي غتشتغل عليها ان شاء الله في المستقبل. فكلمه حلم، حلم انا كنضيف عليه عرائشي، هي حلم عرائشي ديال واحد مجموعه الشباب، لانهم توقون الافضل، واحد الشباب اللي حلوا عينه في واحد المدينه اللي هي مزيونه بزاف، واللي شافوهما على ان هذه المدينه كتستحق على انه يكون فيها ويكون فيها وما يكونش فيها وما يكونش فيها، بلا ما ندخل في التفاصيل. هذه الاولى. ثانية على ان هاد الشباب هادو كنشوفوا فيهم راسنا حنا بعدا دابا اللي كبارين، بغض النظر واش مثلا واحد فينا او واحد المجموعه من الاباء ديال هاد الشباب ولا الى اخره، فحنا الحضور ديالنا غير اولا حضور ديال الدعم اللي ضروري انه يكون، ثانيا حضور ايمان من منطلق ايمان بهاد الشباب هادو، يعني في انهم باش حلموا باش يعني مثلا سميتو يشوفوا العرايش او يشوفوا مدينتهم في واحد كما كيشوفوها هما، فهذا في حد ذاته راه واحد الخطوه كبيره اللي غتحقق بها خطوات ان شاء الله اللي غادي تكون اكثر يعني خصوبه واكثر عطاء واكثر مردوديه اكثر نتائج. انا في ديك النهار في واحد النقاش مع ولدي يقين قلت له على ان بون بغينا نديرو واحد بروجيكسيون ديال واحد جديد الاستاذ حسن الفلاحي، وهذا فوكس تاع حسن الصروف اللي كان يقطع من النقاش، ولكن جا هذا الشيء وصادف مع واحد الحادث التبني كان الدور ديال السيد الشيخ القعقاعي نائب نائب رئيس المجلس الدولي والمعلم. حنايا كما نقولوا درنا هذا الشيء مرحبا، يعني ما كيهموناش الاسماء ولا ما كيهموناش، يعني كيهمونا اننا نشوفوا الشباب بحالنا هو اللي يكون انتريس في هذا الشيء هذا اكثر من الناس الباهين، حيت حنا هما الامل ديال هذه المدينه هذه، حنا هما المستقبل ديال هذه المدينه، حيت اذا ما خدمناش حنا المدينه ديالنا ما يخدمناش شي واحد اخر، ما نبقاوش نتسناو الناس يجوا من برا المدينه عاد يخدموها، يعني الا بداو التصعيد نبداو من الانفس ديالنا حنا الاولى ونعطيو الصورة، علاش ما نكونوش نعطيو الصورة لمدن أخرى أو لدول أخرى أو لا، حنا جمعية حلم، يعني أي حاجة كتبدا بالحلم، الحلم كما قال السي العدالي نستشهد بالهضرة ديالو واحد النهار قال أنا أي حاجة بدات بحلم، اللي صنع الطيارة بدا راني حلم أنه يصنع طيارة، و جا نقولو دار الجهد ومشى ديالو في الآخر صنع الطيارة. حنايا الهدف ديالنا ابسط من اننا نصنعوا طياره او نصنعوا شي حاجه اللي ما كايناش، حنا الهدف ديالنا بسيط اننا نشوفوا المدينه ديالنا بواحد الوجه مشرف اللي يجي البراني ما يقولش هذه المدينه ضايعه ولا لا، حيت حنا هما الشباب، حنا هما اللي غنخدموا. وشكرا. كاين مجموعة من الناس اللي كانت تتعاون، كاين معنا السي جوزيف، كاين معنا سعيدة، كاين معنا
لا كاين الناس بغاو عندنا من ديال الناس لا حد لا شوف انا اسمح لي نجاوب حنا قلت الرسام حسام بالحاج على هامش افتتاح النشاط جمعية حلم اللي تأسس حديثا واللي بما يعني من خلال النشاط اللي تقيمه بمندوبية الثقافة على مدى يومي الجمعة والسبت 5 و6 فبراير. الأخ حسام اللي يتكلمنا على التجربة ديالو في الرسم كيفاش بدات وكنلاحظوا يعني أنه كيرسم يعني صور يعني بورتري يعني و رسم لي الشخصيات كيفاش كيشوف التجربة ديالو كيفاش بدات. تفضل سي. السلام عليكم. بديت مسير ديال الرسم ديالي ملي كنت صغير ملي كنت تفرمت المهم تما يعني ملي قعدت على راسي وانا كنرسم رقم لي طورت الموهبة ديالي حتى كبرت دابا عاد بقيت فهمت بقيت كندخل كنشوف بقيت كنشوف لي تكنيك وكدا بقيت كنطور لي تكنيك يعني غالبا الرسم ديال لي بورتري او الشخصيات غالبا كيفاش كتشوفها نتايا من زاويه النظر ديالك غالبا مثلا كترسم الملامح ديال الوجه مثلا او بعض الصوره يعني اللي كتشوفها نتايا في الشخص كيفاش كتشوفو نتا الشيء على حسب الشخص نعم وحسب المعرض يعني غالبا الصور او الشخصيات اللي رسمتيهم هي من عالم الشهره والفن وديك الشيء يعني كيفاش كان نعم كاين احد الصوره اللي احد الرابور يعني المغربي اللي هو المغربي سميتو النورس نورس مين هو من سلا من سلا نعم والمشاركات الفنيه ديالك يعني المعارض اللي شاركتي فيهم سابقا يمكن تكلمنا شويه على المعارض اللي عملت واحد المعارض ملي كنت صغير ملي كنت في الابتدائي هكا ما عقلتش عليه مزيان حتى انا فيديو كنت باقي صغير وكيفاش وصلت السمه ديالك على المشاركه اللي اليوم في النشاط ديال جمعيه حلم حلم عفوا جا عندي بشار قال لي حنا عندنا واحد الجمعيه اسمها حلم قال لي الا بغيتي تشارك معنا في الرسومات ديالك حيت هو فين كان كيشوف الرسومات ديالي في الباج فهمتي ملي شاف الرسومات ديالي قال لي الا بغيتي ندير شي اكسبوزيسيون هكا قلت له صافي واخا ماشي مشكل اذا كان نتمناك التوفيق والنجاح في المسيره الفنيه يا رب الغربة صعبة وغدارة
حميد الزبير اللي غادي يتكلمنا على المعرض ديالو اللي متميز يعني بالتوظيف يعني الشعر العربي والخط العربي يعني تكلمنا على التجربه في المشاركه ديالو في هذا المعرض بمناسبه افتتاح نشاط جمعيه حلم بالعرايش. تفضل سي حميد. المعرض مشترك ماشي بوحدي. المهم انا المعرض شاركت فيه على اساس العون الشباب شويه حتى هما يبانوا. نعم كنت نجمع شويه على التجربه ديالك يعني في الرسم خاص توظيف الخط العربي و يعني وبعض نوع الشعر العربي خاصة الشعر محوي الدرويش أمل دنقول الشعر كامل كيعجبني الشعر المغربي عبد الله راجع إلى آخره يعني الشعر كامل كيعجبني أظن أنا اللي كيقرأ الشعر كيعيش طويل لذلك أنا والشعر كيصلح الناس اللي عندهم بالغرض ماشي اللي يكتبوه اللي عندهم بالغرض ويصلح لهم الشعر واسمح لي نوضح واحد النقطة وأنا لا أستعمل الخط بقدر ما استعمل الكتابة بالنسبة لي الكتابة ديك المنظومة ديال الرموز وديال الأشكال وديال هذا اللي حفظت المعرفة أظن الكتابة هي اللي خلت المعرفة وردت اللغة كتبن كتسمع يعني التجربة هذه كتمتد لفترة طويلة يعني مش حال دابا تقريبا باش دات التجربة ديال يعني التوظيف سنة. لا توظيف بالاخص توظيف الخط يعني انماط الكتابه في الخط الى اخره. انماط الكتابه اللي كنكتبوا المغربي ديالنا ضروري عندنا شي حاجه خصنا نعملوها. واش كاين شي اضافات في هذه الكتابه كاين شي تجارب يعني جديده في الكتابه؟ اظن انا فكره ديالي اللي ما جا وهي نخرج الشكل او الرمز الخطي او الكتابه من اللوحه ونعملها في الفضاء نعطيها واحد بيرسبكتيف ان شاء الله. شكرا سي حميد وكنتمنى لك التوفيق ويمكن اخيرا توجه شي دعوه للجمهور باش يجي يشاهد يعني في العرض هذا المعرض في دار الثقافه. ايوا اظن يومين يوم عايزه مناسبه مع سي نشاط اخر كاينه كان يمكن يكون الناس اكثر وهذاك الشيء اللي كنتمناه هو الجمهور